Hello everyone. In this tutorial, we are going to solve two types of equations, rational and irrational one. Let us start by a quick review. What is crisscross method? As we have learned in the lower classes, whenever we have two equal ratios, a over b equal to c over d, so directly a times d should be equal to b times c. And the background of this rule goes from numbers. Here, we know that 8 over 2 equal 20 over 5 equal to 4. And actually, if you multiply 8 by 5, we get 40. Also, 2 by 20, we get 40. So, they are equal. معناها خلفية لكريس كروس هذه مشهورة التسمية جايين من العراق. المهم ننتبه بس تتحقق هذه السيتويشن اللي بدي اضرب هاي بهاي بتساوي هاي بهاي. هلا انا وين بستخدمها لهاي؟ When solving equation. فإذن solve this equation. هذه simple form 5 بتساوي 10 على x. فيك تتوقع امتى الاكس؟ اكيد. Of course x should be 2. لانه simply 10 على 8 هي 5. لشو بعمل لحلة على الكريس كروس؟ بدي اعمل لها اعادة ترتيب. هيدي الفايف بعمل لها ريرايت خمسة على واحد. لاحظ this situation here is well verified اتحققت معي. هيدا شغل خامس او سادس. المهم هاي بهاي وهاي بهاي بتطلع الاكس 2. هون نفس الامر توقع اكيد الاكس 2. 2 ناقص 2 0 على 5 هي 0. كيف بحلها؟ تمام بعمل لها ريرايت. صرنا امام هيدي السيتويشن. لو ابلاي هاي بهاي بتساوي هاي بهاي، مهم الاكس 2 على البساطه اللي هي فيها، بس كتير مهمه لقدام مثل ما حنشوف. كمان هون في عندي التوبيك مهم، هاو تو اد وسبتراكت فراكشنز. اول رول بالفراكشن اذا كان عنده نفس الدينومينيتر كيف بنجمعهم؟ نجمع النيومريتر، اذا ناقص ناقص واذا زائد زائد. رول نمبر 2، اذا كان الدينومينيتر ديفرنس حتى اقدر استفيد من هاي، لك شو بنعمل؟ هيدا الفراكشن بنضرب اب اند داون بدي، وهيدا الفراكشن بنضربه كمان اب اند داون بمين؟ ببي. كونفرسلي بالعكس، هاي بنضرب هيدا الكسر بدي وهيدا الكسر بنضربه بمين؟ ببي. هلا صار عندي سيم دينومينيتر اللي هو بدي، صار فيه اجماع، يعني وظفنا هاي طلعنا بهيدا الرول. كمان هيدي بنعرفها بصف السابع، بس كتير مهمين لدرسي. اكزامبل، عم بختصر هيدي الرول، هيدي كيب ات ان يور مان. فاذا كيف بجمع كسر؟ شو بدي فيها هاي مباشرة؟ بضرب هاي، هاي بهاي وهاي بهاي. أول اكزامبل 2 على 5 ناقص 6 على 7، هاي بهاي، هاي بهاي ناقص هاي بهاي، بيطلع على الجواب. تاني اكزامبل، هيدي بعمل لها ريرايت، بتصير كسر 3 على 3. صار عندي سين دينومينيتر بنجمع النيومريتر. خليني اكمل بعد هالتطبيق. فإذا عم بستحضر هاي، هون بدي اجمع هيدا الكسر مع هيدا الكسر، شو بعمل؟ بضرب هاي بهاي لكوينا، بضرب هاي بهاي لكوينا هون، بضرب هاي بهاي لكوينا هون. هون في عندي ماينس، هلا بيتوجب علي اعمل اكسباند هاي بهاي. المهم ضربنا هون هاي بهاي طلع هيك الجواب. هون pay attention to me، في عندي ماينس، هيدي بتشقلب بإشارة الكل. كثير طلاب بيغلطوا فيها، بينسوها، ينسوا يحطوا parentheses. المهم ضربنا جمعنا وصلنا له. فإذا مباشرة كيف أنا بطبق جمع الكسور؟ بضرب هاي بهاي، هاي بهاي ناقص هاي بهاي. keep it in your mind. let us complete. هلا هدف الفيديو كيف بنحل equations. في عندي نوع اسمه راشونال، عندي نوع اسمه الراشونال. مين هن الراشونال اللي فيه كسر مثل الواحد واثنين؟ مين الراشونال اللي فيه راديكال مثل ثلاثة والأربعة؟ now let us solve the first equation. هلا بدنا نحل هاي. كيف ببلش بالحل؟ first of all here we have denominator. our denominator cannot be zero. فإذا عندي condition to solve، أنا هيك عم بسميه الواي منها زيرو. كيف بدي طبق اللي تعلمناه هون قبل؟ بدي اعمل لها ريرايت لل1 واي على الواي. لا، صار عندي هلا شو؟ جمع كسرين سيم دينومينيتر، نجمع النيومريتر. هلا صرنا امام سيتويشن اللي هي مين؟ كريس كروس مثلا. بضرب هاي بهاي وهاي بهاي. المهم ضربنا، كلنا بنعرف لحتى نحل كوادراتيك بيتوجب علي اعمل كولكت لكل التيرم على اول سايد. رتبنا
هلا مين سلاح احنا هي الدلتا، حددنا اي بي سي اكيد الفاريبل واي يعني روس واي برايم واي دبل برايم، الدلتا هي 5، دلتا اكبر يعني ديستنكت روس، هذه واي برايم واي دبل برايم. بي اتنشن هنا، هيدا اكسبتد وهيدا اكسبتد، عندي كونديشن واي ممنوع تكون زيرو. مثلا افترض طلعت الواي زيرو بقول عنا ريجكتد مش مقبول، اكيد هذا الكوادراتيك صار عندنا خبرة بالفيوهات اللي قبل كيف بنعمل كومبيوت للدلتا كيف بنحل. تاني واحدة عم بستحضر هاي كمان انا بدي اياها، هون في عندي كسرين، عندي شرطين، هذا ممنوع صفر وهذا ممنوع صفر، يعني الاكس ممنوع اربعة ممنوع. قبل ما نحل بننتبه للكونديشنز، بلكي بعد ما نحل طلعت الاكس اثنين والريجكتد، بي اتنشن. ها هون كيف بدي احل؟ نفس المبدأ، هايدي ضرب هاي نضرب هاي بهاي ناقص هاي بهاي لك وين هي، كتير شغلة بسيطة. مهم ضربنا هاي بهاي، قلنا نعمل اكسباند هاي بالكل هاي بالكل، اكيد ما اخذ بعين الاعتبار انه ناقص بتغير اشارات الكل ما ننسى. ضربنا هلا هايدي عمين على واحد، مرة تانية نحن بسيتويشن اللي اسمها كريس كروس ميثود، نضرب هاي بهاي هاي. أنا ممكن طالب يضرب هاي بهاي قبل ما في مشكلة، بس يوجوالي أنا عم أعودكم على نمط دايما عم بضرب هاي بهاي. ضربنا جبنا لهون، هلا هون تأمل شغلة، أكيد هاي دي إيكوال تو زيرو هاي تكون إيكويشن. ها أنا بنصح نضرب بماينس، ضربنا بماينس قلبنا الإشارة، أفضل نضرب بماينس، أنا هيك بنصح. تشتغلوا بأي نيجاتيف بس تضرب تضرب الكل. مرة تاني هي كوادراتيك الفاريبل اكس اي بي سي، دلتا مثل العادة دلتا اكبر، عندنا تو ديستنت روس، هايدي اكسبتد وهايدي اكسبتد. لا لو نوصل لاكس اثنين شو بقول عنا؟ ريجكتد. باي اتنشن تو مي. هيك بنكون انتهينا من الراشونال. هلا الراشونال، الراشونال يعني شو قصتهم؟ هن اللي فيها راديكال، كيف بنحل؟ لك الخطوات. اول شيء بنعمل عزل للراديكال تيرم ايسوليت، بعدين بنعمل سكوير تو جيت ريد لتخلص من الراديكال تيرم، بعدين بنعمل فيريفاي. حنشوف كيف نتسستم هذا التطبيق، او معزولين خلق راديكال لحال وتاني تيرم لحال، فاذا مباشره نحل بناء على الخطوات اللي انا حكيتها بنرفع راديكال، عفوا بنعمل سكوير تو جيت ريد اوف راديكال لتخلص منه، اكيد سكوير بوث سايدز، سكوير لهاي هي هاي، سكوير لهاي هي اي سكوير ماينس اي بي بلس بي سكوير، نفس المبدا بجمع كل شيء لهون. جمعنا، انا بنصح اتخلص من الناقص، ضربت الايكويشن بماينس 1 وصلت لهون. هون في سبيشال كيس، اي بلس بي بلس سي ايكوال تو زيرو، اذا الطالب ما انتبه لبيحل دلتا، اذا انتبه دايركت بيقولوا روتس واحد والثاني سي على اي. لك شو كاتب هون؟ وي هاف نوت فينيشت يات، بعد ما انتهينا. لا بس يكون عندي راديكال تيرم، keep it in your mind we should check the obtained values of x لنتأكد. برجع للإيكويشن هلا بتشوف، عوض هون x واحد أكيد واحد من الكل، لاحظت مهم وصلنا لمحل هيدي عفوا هيدي plus 2، هيدي غلط بالطباعة plus 2 2 equal to صح يعني هذا هو. عوض ال x 6 لاحظ هون 6 بالكل طبعا هون هون 3 equal minus 3 معقولة غلط، يعني هالسوليوشن الوحيد اللي هو ال1. فإذا بس نحل دايما دايما الراشونال ايكويشنز، هو اللي فيه راديكال بدي أعمل شو تشك، فإذا هيدا منه روت عمليا، روت الوحيد هو الواحد، أوكي؟ بس بالراشونال. كمان هيدي الراشونال بدي حلها دايركتلي، هون وي شود ايسوليت راديكال تيرم، بدي أعزله لحال. إذا هيدا الون هيدا الماينس x ماينس 1 move it to the other side it becomes x plus 1 now to get rid of radical we should square both sides عملنا squaring هون طبعنا a plus b square مهم طلعت ال x equal to 1 ما انتهينا we have not finished yet we should check بدي اتأكد إذا هي root ولا مش root عوضنا ال x equal 1 سميتها f عوضنا هون اوكي هذه بتطلع 4 مهم 2 minus 2 equal to 0 0 equal to 0 صح؟ صح فإذا هذه عندها solution إذا بالراشونال بيطلع 2 تتأكد يمكن يكون 2 صح يمكن 1 صح و 1 غلط يمكن يطلعوا 2 غلط بس عادة بيطلع 1 منهم صح أو 2 أقل 1 يعني thanks for your listening